يعني لما تقولي هتبعتي مثلا على سبيل المثال تحتلي عدن، لا مش احتلال، ضربات ما جوية مثلا، ضربات جوية الأمريكان بيضربوا، ما الضربات الجوية غير مؤثرة. شوف ايه، الضربات الجوية ممكن تهد أشياء وممكن تهدم أشياء، لكن ليس هناك بديل. أي عسكري بيتكلم استراتيجي بيعرف انه في نهاية المطاف الوجود على المواقع هو ما يحدد المصائر ومش العكس. فانت انا بعتقد هيجي يوم، يجي يوم ممكن قوي يبقى ضمن خططك انك تبقى في موقع معين، لكن ما تنزليش في موقع معين تستنزفي منه وتضطري الى الانسحاب بطريقه مهينه. يعني افتكري كده ان الامريكان نزلوا في وقت من الاوقات في وقت الازمه اللبنانيه نزلوا مارينز في، وبعدين جه حادثه واحده نسف فيها مقر القياده، راح فيه 272 عسكري وظابط، وريجان قرر سحب القوات من لبنان كلها. فاكره انت الحكايه دي؟ انا مش عايز حاجات من النوع ده. نحن لا نحتمل، امريكا بمواردها تقدر تحتمل ست باك بعد ست باك زي ما انت عايزه، لكن احنا لا نحتمل. لما بنيجي نتكلم عن القوى العسكريه لابد ان ندرك ان القوى العسكريه لها حسابات تانية، ولها حسابات تنجح اذا كانت ضمن ما هو اكبر، لكنها وحدها تؤدي الى كوارث. فانا نفسي اول حاجه نفسي فيها خلصي المؤتمر بكره، مش هيحصل فيه حاجه، تفوت القوه العسكريه، اعملي اي حاجه ابتدي. وحتى لو شكيت قوه ما عنديش اعتراض، مش معترض عليها يعني، لكن مانيش معتقد ان هو ده الدواء النافع الناجع، مش هو ده. وبعدين انا بتمنى من الرئيس السيسي انه يقدر يطل على العالم العربي بواسطه مثقفين او مفكرين. فنفسي قوي يدعو نخبه ما تزيدش من عن 12 15 واحد.